الخميس 14 أكتوبر تعيش الخزانة العلمية الصباحية لحظة جميلة في إطار سلسلة اللقاءات الثقافية الأدبية والفكرية التي تندرج في أنشطة الدورة 11 لمهرجان مقامات من تنظيم جمعية أبي رقراق. وهذه الأمسية هي خاصة بوقفة عند ديوان مخبي تحت لساني ريحة الموت للشاعر الناقد أستاذ مراد القادري، الذي هو اسم شعري مغربي بامتياز إبداعا ودراسة وتوثيقا، وكذلك إسهاما كبيرا في تأطير الحياة الثقافية المغربية عموما والشعرية على وجه الخصوص، بصفته رئيسا لجمعية بيت الشعر بالمغرب. وسأكون إلى جانب الأستاذ مراد القادري في هذه الأمسية في قراءة لديوان، لن أقول قراءة، في انطباع أول حول هذا الديوان، باعتباري كنت كذلك منذ أكثر من 4 أشهر قد قمت بنفس العملية مع هذا الديوان في أول أمسيتي تقديم وتوقيع الديوان بمؤسسة النجار للتربية والتعليم. وأنا جازم على أن هذه الأمسية اليوم هي الثانية في سلة في إطار سلسلة توقيع ديوان الأخ مراد القادري، وهذا كله يندرج دائما في إطار العناية أولا بالأسماء السلوية الوزنة، ثم في إطار الحق في المعرفة وفي ترويج ألوان التعبير مصحوبة بلمسات نقدية فكرية. أتشرف اليوم بتقديم ديواني الشعري الجديد ومخبي تحت لساني ريحة الموت الذي صدر منذ أشهر قليلة. أتشرف بتقديمه ضمن فعاليات مهرجان الإمتاع والمؤانسة، والمهرجان هو أحد اللحظات الثقافية الأساسية التي تتشرف بها مدينة سلا، يشكل محطة للتلاقي الثقافي والفني، تلاقي التجارب وتلاقي الإسهامات من مختلف المشاريب. إذن أنا جد فخور وسعيد بتوقيع هذا الديوان الذي جاء ثمرة السنتين الأخيرتين التي عشناهما، لحظات كورونا والجائحة التي طرحت العديد من التحديات، وكان من اللازم على الشعر أن يقتنص هذه اللحظات وهذه الأجواء وأن يعكسها بشكل شعري. فكان الديوان ومخبي تحت لساني ريحة الموت الذي تتميز أجواءه بحالات الفقد وحالات الغياب وحالات الهشاشة والضعف الإنساني التي عانى منها الفرد وعانينا منها جميعا خلال السنتين الأخيرتين. أود أن أحيي الإعلام وأحيي المواقع الإلكترونية التي تابعت فعاليات مهرجان الإمتاع والمؤانسة، وأن أشكركم تحديدا على المجهودات التي تقومون بها لمتابعة هذا النشاط، وأحيي كذلك الأصدقاء الذين جاءوا للحضور وللاستمتاع وللتقاسم هذه التجربة الشعرية والإنسانية. أخواتي وإخوة، سعيد بأن تناول الكلمة في هذه الجلسة في إطار سلسلة اللقاءات الثقافية والفكرية والأدبية التي تنظم بمناسبة الدورة 11 لمهرجان مقامات، وتنظم في هذا الفضاء الذي له وقع خاص في ذاكرتنا وفي حياتنا اليومية، خاصة الجيل الذي عايش السنة الأولى من افتتاحها 50 سنة إلى يومنا هذا. أنا سعيد أن أتناول الكلمة اليوم ليس
مدير المهرجان كما فعلت في افتتاح هذه اللقاءات الثلاثاء الماضي، وانما الان بصوره اخرى هي ليست من اختصاصي ولا من تخصصي ولا من حزام القطع كاملا، هي انطباع كل راس ماله انه صادق بهفواته بإشراقة أو اثنتين إذا حصلتا في هذا الحدود. والموضوع هو ديوان الأخ صديق اليومي منذ أكثر من 4 عقود بحكم الجوار في السكن الأول وفي السكن الثاني وبحكم اللقاء والتقاطع في بعض الاهتمامات والانشغالات أساسا فيما هو شعري مع وجود الفارق بطبيعة الحال بين شاعر وجد لي كل شاعرا وبيني كمتذوق مبتدئ للشعر. أخ مراد القدير، هذه المرة الثانية التي أحظى بأن أقوم بإطلالة بسيطة على ديوانه ومخبي تحت لساني ريحة الموت، وكانت الأولى أعتقد منذ 3 أشهر تقريبا في مؤسسة نجار للتربية والتعليم، وكانت أول تقديم لهذا الديوان، أول تقديم بعد مرحلة عسيرة خانقة، مرحلة في بين شيئين لا أظن أن بينهما برزخ فلا يبغيان، لا أظن أن البرزخ موجود فيهما وهي الحياة والموت. هذا الديوان ولد من رحم تراجيديا كورونا إذا صح التعبير، تراجيديا كورونا التي عاشها أخ الدكتور الشاعر الناقد مراد القادري كما أقول في أعمق وأسود متاهات ظلاميتها وظلمها. بطبيعة الحال أخي الديوان طلع كورونا في 2015 رمضان 6 سنين فاصلة. الديوان فيه مجموعة من القصائد التي كتبت ما بين 2015 إلى زمن كورونا، قد يكون حادث كورونا عاملا من العوامل الأساسية لجميع كفي جميع القصائد ما بين 2015 و 2021 على يقين هذا الأمر، ولكن عندي الإحساس أنه قصيدة مخبي تحت لساني اللي جابها الله في فاجعة الكورونا كانت عاملا أساسي، فإنه أخذ القصائد التي جاءت على ما بين 2015 و 2021 وبقت محيطة بدون أن تنشر. عدد القصائد 15 ديوان منها 12 قصيدة عنوانها من كلمة واحدة مختزل مفيد، جوج ديال العناوين منها في كلمة إما اسم مركب أو مضاف إليه أو شيء مبتدا وخبر وارد، وحدة من 3 ديال الكلمات. جوج من القصائد 15 نوجدوا فيها جوج قصائد اللغة الفرنسية كعناوين لها، وهي قصيدة تروطوار و
قصيدة الأرض. من 15 غلقوا 11 قصيدة أسماء جبل مفتاح هلال أسماء، وغلقوا جوج أفعال، وغلقوا وحدة مضاف ومضاف إليه الرجل اللي كان. الآن بعد هذه الإشارة البسيطة نبغي باختصار نختم هذا الكلمة بشيء أساسي، وكان نبهني له الأخ مراد في حديثي شخصيا لم أكتشف ما ذهب إليه في القراءة منذ 3 أو 4 شهور. مراد القادري هو شاعر نعم، لكن في نفس الوقت يحمل في جبهته فكرة ناقدة، عنده أطروحة جماعية، قرأ الشعر بالنقد والتحرر من هذه العملية ليست بالبسيطة. وعندنا في المغرب حالات ديال هادشي الذين ينظرون لكتاباتهم من خلال حسهم النقدي. صاحب مثلا سعد كريم برشيد سمح المسكين الله يرحمه كان هذا الهجيس موجود كله كيفاش كيفجر هذا مع هذا الخلاف. مراد القادري لا يقول لك انني انذر، لا يشعر بانه ينظر لشيء يؤمن به، انما يترك لك خيار ان تكتشفه، وهذه فرصه ان تكتشفه ولن تكون سعاده كما قلت لكم. شنو هذا التنظير؟ يمكن نقول انه صنع ماهيه هذا الديوان، ان كل جل القصائد واساسا الرئيسيه فيه هي مبنيه على فعل واثر، هكذا فعل واثر او غياب فحضور. ان قصيده مثلا ديال العكاز هذه كتحكي قصه امراه وعلاقتها بالعكاز، امراه مسلمه واكيد مستلهمه من اسره مغرب سلاويه، العلاقه بالعكاز. المراه الى زواج صاحب العكاز او صاحب العكاز مذكره او مؤنثه الى زواج، هذا هو الغائب. الغائب في هذه الدول مالو يترك اثارا، كيخلف شي حاجه وراه بالضروره. غنقراوها في الاربع اسطر الاخيره من القصيده. بعد الوصف مهم والضوء صفاف عينيه كان حيطها تتكل عليه العكاز، تتكل عليه ولا شي صحاب هو يشد في يديها او شي صاحب العكاز كانه حاجه كتتكل عليه او صاحب ياخذ باليد، هو يشد في يديها وهي تخبي حزنها في اين تخبئ حزنها في العكاز، تغيب صاحبة العكاز ويبقى ماذا حزنها في العكاز. هذا ما كنسماه اخ مراد بالغائب واثره الذي يتركه. نموذج اخر لتوضيح هذا الامر في قصيدة الحبل، هذا حديث على انتحار بحبل، ليس تحريضا ولا محزنا مطلقا، وحديث عن حاله قد تؤدي لا قدر الله الى شيء من هذا القبيل، واكيد ان الذي يضع حبلا في عنقه
دخل في فهم المأمورات إلى عداد الغائب. الغائب عن المراد بالضرورة يجب أن يترك شيء. ماذا سيترك؟ نقرأ اسم هذه الأسطول وهي قصيرة جدا. الأخيرة الشيرة وجد القنبة والعطاء أعطاه وغير قل بسم الله. وقبل ما تسلاح ولا تلوي الحبل على عنقك وتلوي الحبل على عنقك وترتاح، نشر صورتك في البطاقة، نشر اسمك في القراءة، نشر عنوانك وبريدك الإلكتروني، نشر أغنية صغير خذوني. ذهب الرجل أو ذهبت المرأة وترك مدى وراءه بهذه الأشياء، كان آخرها شنو؟ أغنية صغير. النموذج الثالث والأخير سؤال: هل القصيدة كانت توصف؟ نعتبرها في قهوة، الشاعر جالس ويتأمل رجلا، الرجل قدامي جالس إلى آخره إلى آخره، بالنسبة له لغز طبيعة الإنسان من هذا النوع فصفاص أو غير اختلاس الرجل هذه كتخلط الأسئلة. هذا الذي جالس قدامي سيبقى، واضحة؟ من سيبقى؟ ماذا سيبقى؟ كان سكاتو باقي في يدامي، سكاتو الشخص الذي سيغيب، كان سكاتو باقي في يدامي، الرجل اللي كان يضحك ليا خلى شي حاجة، الرجل اللي كان يضحك ليا خلى شي حاجة منه فيا ونزل. ماذا ترك هذا الرجل الرمز اللغز إلى آخره اللي كان يضحك مرة وهو ساكت؟ ترك شيئا في شاعر. هذا النموذج ديال ثلاثة النماذج تفيد كلها أن الرجل يعي ما يكتب وأنه يهندس قصيدة وهندسة دقيقة للغاية. كيف تبتدي؟ مساراتها ما هي؟ أين تتجلى عقدته؟ وهي لا تكسر بين يقول النفس القصص. وفي غياب النفس القصص يمكن وصول خلاصة من هذه المنطقة. أخيرا كاين قصيدة العنكبوتة في الديوان، أكيد تكرم يقراها كذلك، وهي حول فيروس كورونا. ثم هذا الفيروس الحقيقي اللي هو بيولوجي، أخ مراد عنده فيروس آخر يتحدث عنه، صفحة 30 إلى صفحة 35 في الديوان، قصيدة القصة. قصيدة القصة الحديث كله كيهضر على فيروس، وكل ما بقي ما اكتشفش قارئ الفيروس، وهذا عنصر أساسي في الكتابة، هو جرّي تلخل ومشي سهلة، جرّي تلخل يعني كقارئ قدرتك على جرّي تلخل محكمة تنفيذ على الأخمور، وتكتشف في الأخير أن الحديث كله على فيروس اسمه الجهل العنف والميزو عنصريا كان او على مستوى النوع في الجنس. هذه اشياء باختصار وببساطه، واعتذر لان ظرف اشراف على الدوره. شكرا للفنان الصديق العزيز مجيد فنيش على هذا التقديم لديوان ومخطوطه لساني ريحه الموت. ونبغي كذلك نشكرو على الدعوة اللي وجهها لي باش نكون حاضر ضمن فعاليات مهرجان الإبداع والمؤانسة. نبغي كذلك نتوجه لعدد كبير
من الأصدقاء والأحباب والفعاليات الثقافية اللي تتشرف المدينة وتتشرف بلادنا اللي حاضرين معنا من شعراء وروائيين وإعلاميين وناشطين ثقافيين ومدربين ثقافيين ووجوه سياسية وإعلامية كلها تتنور الحضور إلى الأمسية وتتشرفني وتطوقني بكثير من المحبة وأكيد أن نفس المحبة تنبذلهم إياها ونفس التقدير ونفس الامتنان كلهم خصو جزء منهم خصو أنهم يشرفوني في هذه الأمسية هذه تقديم هذا الديوان. هذا الديوان مخبي تحت لساني ريحة الموت هو واحد الإسهام أولا واحد الجنس اللي سميته القصيدة العامية في المغرب. هذه القصيدة هذه اللي بديت تكتبها من أوائل الثمانينات بفعل العديد من المؤثرات اللي شار ليها سيدي عبد المجيد واللي كانت حاسمة في تكويني وكانت حاسمة كذلك في توجيهي إلى أنني نكتب شعر العامية ونكتبش مثلا الفصل. مؤثرات نتاع الزاوية القادرية اللي فتحت فيها فعل نعيمي في أحد أقدم الأحياء في مدينة سلان اللي هو زنتا فضاء ديني وصوفي عابق بالأبكار وبالأنباح وبالحضرة وبالموسم وبالمرويات الشفوية والشعبية كلها. هذاك الطفل الصغير اللي تولد في الزاوية كان يتشربها تتشبع بها وأكيد واحد وحدة غادي يلقى أنه يدعو لاستعادتها واستثمارها استثمار شعري واستثمار ثقافي تدير بالضرورة واحد المسافة مع العامية كما هي لغة ديال التواصل كما هي لغة ديال الحديث في الشارع لأنه ملي تيكتب الواحد تيكتب ضمن واحد الجنس اللي هو الشعر اللي هو لغة أخرى لغة مختلفة لغة مفارقة تعج بالاستعارات تعج بالطبقات الخفية اللي تتكون عمليا هي هذه النصوص الغائبة اللي تشبعتها بها وتشربتها الصغار ديالها. من جهة ثانية كان هناك مؤثر آخر هو مؤثر القهوة ديال الوليد اللي ما بعيداش على المكتبة الصباحية. قهوة شعبية كانوا تيجيو لها ناس تقليديين حرفيين تجار وكانوا بيناتهم تيلعبوا الكارطة تيكميو كيف وانا الطفل صغير تنعاون الوليد تنسربي معاه تنسخر له ولكن في نفس الوقت عيني وأذني تلتقط الأشياء اللي كانت تروجوا بيناتهم في الممازحات بيناتهم في المناكفات بيناتهم في التعليقات بيناتهم في بعض الأشياء اللي تردوها بالمحون وغير ذلك كلها في الواقع كانت تختمر هي وتراث الزاوية القبلية وهذا كان ضروري حاسم أنه يجعلني نكتب القصيدة العامية. القصائد الأولى في فترة ديال الانتماء اليسار والانتماء التيار اللي تنتصر بالعدالة والحرية والضبط المعتاق والديمقراطية غادي تجعل القصائد مصبوغة إلا بغينا نقولو بواحد الحس اجتماعي وإيديولوجي وهذا كان طبيعي في بداية كتابة شاعر شاب ولكن مع الوقت يبدأ الشاعر يتساءل هل أكتب الشعر أم أكتب الشعر وهنا غادي تكون واحد اللحظة ديال الاستفاقة أو لحظة ديال المعطافة يجعل أنك تهرب قصيدتك من المنطقة ديال الشعر نحو الشعر وتقول بأنه ماشي ضروري تقول الكلام كما هو وترفع شعارات وتكون قصيدة مليئة بالضجيج وبالصراخ وبالعنف وبالإشارة للأعطاب الاجتماعية والسياسية. هذا يمكن يكون دور الخطبة السياسية دور المقالة السياسية ولكن الشاعر يجب أن يحافظ على المقتضيات الجمالية والفنية وهو يكتب قصيدته. هذه ملاحظة انتبهت لها بحكم ما كان يروج من قصائد زجلية في السبعينات خاصة في مدرجات الكليات وفي الشباب وفي الفضاءات الطلابية وخاصة أمسيات الشعرية الكبيرة اللي كانت
كاين معها مثلا شاعر كبير بحال عبد الله الرزدان، الشعراء اللي كتبوا بالفصيح زريقة، واحد مجموعه من الشعراء اللي كانوا مسكونين في ظل الفتره ديال الحماس، فتره ديال قضايا اجتماعيه، قضايا سياسيه، حضور قضيه فلسطين، ان القصيده كانت مشحونه كثيرا بهذا البعد الاجتماعي والايديولوجي. ولعبت القصيده في هذه الفتره ما ننكروش دور مهم في التعبئه وفي الاشاره للقيم الانسانيه الكونيه اللي تيعانقوها المغاربه انا. ولكن كان خص واحد اللحظه من بعد الديوان الاول حروف الكف انني نكتب قصيده اللي فيها الصوت ديالي الخاص كشاعر عنده واحد الرؤيه لذاته والوجود والعالم والكون، ويستقل على هذه القصيده الكبيره اللي فيها الضمير الجمعي نحو واحد القصيده ذاتيه تقول ها جنيتي ها خصوصيتي ها فرضت الصوت نتاعي. في التران الراجل اللي قدامي ساكت باين نابت في جدر شي شجره معزول بحال شي حجره وزوين كي شي صباح، شفت في نمود عينيه دمعه قاصحه حالفه ما تنزل، شفت شلال ناشف وفاكهه داز وقتها، شفت نار في حلقه شاعله، الراجل اللي قدامي جالس طالع من عتبه الحياه بجناح مكسور، كان تيضحك ليا كل ما عينينا تلاقاو، وكل ما الطريق طوالت كان الراجل تيحلى سكاته. في الطريق قلت نغمض عينيا، وكيفقت كان الكرسي اللي قدامي خاوي، كان سكاتو باقي فيا ضاوي، الراجل اللي كان يضحك ليا خلى شي حاجة منه فيا ونزل. نقرا عليكم قصيدة أخرى، قصيدة العنكبوتة، كثيرا ما أشار إليها السي عبد المجيد في كلمته، وهي فعلا استعارة أخرى لكورونا. وأنا بين خيوطها مكفن وسط حيوطها ناعس، يمكن ويمكن فايق، كان باقي جوج دقايق الموت والعين تطفي رموشها، كانت العنكبوتة ووحوشها يقطعوا طريق الساقية، يحبسوا الانفاس الباقية في الصدر، كانت العنكبوتة في باب القبر واقفة، كانت العنكبوتة في باب القبر شايفة الوردة في كفوفها خايفة، كاس الضو تهرس في عينيها، براقل الروح ما عادت تعنيها، والصمت عشش في سيرتها، سرق العنكبوت ريحتها ورماها لطواليت الموت، كنت باغي قبل ما نفوت لكناش نموتة نخرج لساني للعنكبوتة ونقول ليها طز فيك نموت ولا نجيك محني، تقول هي يا ويلك مني يوم نلون بدمي صوتك، نضحك ونبكي على موتك، نوشم على صدرك سميتي وتولي ريتك هي ريتي، ويولي دربك بلا اتجاه وتجيني ناقص اكسجين، لابس ستر الله حاصل في اسمك واحل في جسمك، ومخبي تحت لسانك ريحة الموت وقلب قصح من فراشة، وفي صدرك شي براطل بلون البرد، وحتى ساعتك يذبل فيها الورد، وتجيني كيف ما بغيتك تجيني. وانا كنت باغي من الوقت ساعة
نشعل للروح شماعة، نجمع الشنطة، ناخذ الحاف ومنطة وشي كتوبة، نشرب جغمة آخر جغمة من كاسيدتاي ونقول للزلزال هاني جاي. قصيدة أخيرة، قصيدة الحبل، وقد تفضل مشكورا الفنان المجيد فنيش بالإشارة إليها ضمن ثنائية الغياب والأثر. الحبل انشر عليه ذاتك، اللي جاي واللي فاتك، انشر عليه سيرة بشر، انشر عليه ريحة سفر، نصبحك وتصبينك، انشر عليه يقينك في غدة اللي خاب، انشر عليه وجه صاحبك اللي غاب وما رجعش، انشر عليه حزن في الصدر ما طلعش، انشر عليه ظلك قبل ما يطيح، انشر عليه موالد الشيع في الأخوة، انشر عليه مذاق القهوة وريحة القرو في الحوايج باقية، انشر عليه صوت الماء في السادية تيموت، انشر عليه حزن البيوت قصص جدة وخرايف الغولة، انشر عليه مذاق كوكاكولا، انشر عليه اللي ما يخطر على البال، الضو اللي جاي هادي شحال وباقي موصل، خيط دشتة تسميناه وما بغى ينزل، انشر عليه الحافة وزيد خطوة، انشر ظلك في الخوة وقبل ما تلاح وتلوي الحبل على عمقك وترتاح، انشر صورتك في البطاقة، انشر اسمك في القراءة، انشر عنوانك وبريدك الإلكتروني، انشر أغنية غير خذوني. بغيت في الأخير قبل ما ننهي هاد الكلمة والقراءات نجدد الشكر ديالي مرة أخرى، ونبغي نتوجه التحية أساسا لهذا الصرح الثقافي والعلمي اللي احنا فيه، المكتبة العلمية السبيخية، وحدة من الفضاءات اللي عطات معنى لهذه المدينة اللي للأسف كما نعرف فقدت الكثير من هويتها الحضارية والثقافية والصوفية كذلك، ولكن المكتبة العلمية السبيخية ما زالت حارسة لكل معاني اللي تجسد هذه المدينة في أبعادها الثقافية وفي أبعادها العلمية. فشكرا للمكتبة، تحية خاصة للأستاذ أمين السبيحي اللي تشرفنا بحضوره سليم هذا الفضاء العلمي والأكاديمي والجامعي اللي يتمد بالخير وتمد بالمحبة لكثير من الطلبة وكثير من الباحثين اللي سبق له كانوا هنا.